وافق البرلمان الإيراني على تعيين عباس عراقجي وزيرا للخارجية، وهذا الاسم تردد كثيرا خلال مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع واشنطن، ولديه على الطاولة ملفات صعبة وعلاقات معقدة. استلم عباس عراقجي حقيبة الخارجية الإيرانية وسط ترحيب من الداخل كما من الخارج وإن بتحفظ، بعد أن وافق البرلمان على تعيينه، وقد يكون مفتاح التوصل إلى اتفاق نووي مع واشنطن. وقبل التعرف على سياسات عراقجي، من المهم التعرف على شخصه، فهو ولد عام 1962 لعائلة ثرية تعمل في تجارة السجاد الإيراني داخل البلاد وخارجها، حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من كلية العلاقات الدولية في إيران ودرجة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الإسلامية الحرة في طهران ودكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت البريطانية. انضم عراقجي إلى الحرس الثوري الإيراني خلال الحرب الإيرانية العراقية، وشارك في جبهة القتال حتى انتهاء الحرب عام 1988. انتقل بعدها إلى العمل الدبلوماسي لينضم إلى وزارة الخارجية عام 1989، وسبق أن شغل عراقجي منصب سفير إيران لدى كل من فنلندا وإستونيا وتركيا واليابان، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ لمدة عامين، قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة. شارك عراقجي في وفد إيران للمفاوضات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، كما في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي. أما عن منصبه الجديد، فأشار عراقجي إلى أنه ينوي إدارة العداء مع الغرب، لا أن يعمل على إنهائه طالما لم تنهي الدول الغربية سياساتها المعادية لإيران كما يقول. عراقجي تحدث عن مواصلة سياسة حسن الجوار والتركيز في العلاقات الدولية على التقارب مع الصين وروسيا والقوى الجديدة الصعود في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرقي آسيا. ورحب بضيوفنا في هذا الملف من فيينا الدكتور هاينز غارتنر، رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للسلام وأستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا. ومن القاهرة أرحب بالدكتور محمد عباس ناجي، الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم. دكتور هاينز، معك نبدأ النقاش. ما الرسائل التي أرادها الرئيس بيشكيان الرئيس الإيراني من اختياره عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية؟ أهلا، صباح الخير عليك خديجة، وشكرا لكم. هذا التعيين الجديد لهذا الوزير من قبل الرئيس طبعا، وتعيين عباس عراقجي كوزيرا للخارجية لأنه كان مسؤولا عن المفاوضات في فيينا، مفاوضات البرنامج النووي. إذن هذا هو أهم سبب، لأنها تعد بمثابة إشارة عن رغبة الإدارة الجديدة والرئيس الجديد على التركيز على متابعة البرنامج النووي، وفي نفس الوقت اختار أيضا وزير اقتصاد أيضا ليثبت أن الأولوية الأخرى هي الاقتصاد لأنه عين اقتصاديا. إذن البرنامج النووي والاقتصاد أمران مرتبطان، لأن إيران تعاني الآن بسبب العقوبات من قبل الغرب والتي تم فرضها جراء متابعة إيران لبرنامجها النووي. ولذلك كيف ترفع العقوبات إلا إن كان هناك ربط بين البرنامج النووي والتوتر الذي يحيطه وأيضا الاقتصاد في نفس الوقت؟ يجب احتواء الأمرين من أجل أن يتم رفع العقوبات. هذا هو أملهم طبعا، أن يتحسن الوضع من جانب الاقتصاد من خلال رفع العقوبات أو على الأقل تخفيفها. ولذلك ارتباط الأمرين هو السبب الأساسي والرسالة الأساسية التي أراد الرئيس إيصالها من خلال تعيين الرجلين. هناك وزراء آخرين مثلا من الحكومة السابقة
متشددين أكثر من هذين الرجلين، ولذلك الأولويات ليست بشأن الأمن والقضايا الأمنية بل الاقتصاد والبرنامج النووي. نعم دكتور محمد، ما رأيكم؟ عباس عراقجي وزيرا للخارجية بتاريخه الدبلوماسي بمحادثاته ومتابعته للاتفاق النووي مع الغرب، لماذا عراقجي؟ ماذا ننتظر من منصبه منه في منصبه الجديد؟ وأيضا ما الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الإيراني بتعيينه وزيرا للخارجية؟ أهلا وسهلا بك. لو لاحظنا سنجد أن الرئيس بوزوشكيان حتى قبل الانتخابات الرئاسية كان يركز على أنه أحد أهدافه الرئيسية هو رفع العقوبات الأمريكية أو القسم الأكبر من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وطبعا هذه العقوبات مرتبطة في قسم كبير منها بالبرنامج النووي والاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق في مايو 2018. بالتالي هذا معناه أنه الرئيس يعول على إمكانية الوصول إلى صفقة نووية جديدة مع الدول الغربية وتجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل إنجاز هذه الصفقة. لذلك هو جاء بالمسؤول الإيراني السابق الذي كان محورا رئيسيا في المفاوضات التي أجريت بين إيران ومجموعة 5+1 والتي أدت إلى الوصول للاتفاق النووي. عباس عراقجي كان رئيس وفد التفاوض في هذه الفترة قبل الوصول للاتفاق النووي، على أساس أنه هو الذي يمتلك الخبرة لإدارة التفاوض مع الدول الغربية في المرحلة القادمة. لكن في اعتقادي المسألة ربما رغم ذلك لا تتعلق فقط برغبة الرئيس في إنجاز صفقة جديدة أو رغبة إيران، المسألة تتعلق بأن هناك مشكلات قد تحول دون أن ينجح عراقجي أو بوزوشكيان أو إيران بشكل عام في إنجاز صفقة نووية جديدة. في عام 2025 سيكون هناك اختبار صعب جدا للاتفاق النووي الحالي، يوم النهاية سيحل في 18 أكتوبر 2025، وفي حالة الوصول إلى هذا اليوم أعتقد أنه الاتفاق النووي سيكون أمام اختبار صعب، لأنه سترفع قيود كثيرة على إيران، ولا أعتقد أن الدول الغربية ستسمح بذلك، وبالتالي قد تفكر في الوصول إلى أو استخدام آلية الزناد أو سناب باك، على أساس أن ذلك سيحول دون تمتع إيران أو حصول إيران على هذه الامتيازات أو رفع هذه القيود، وبالتالي ستكون هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر. هذا فضلا طبعا عن التصعيد الحالي في المنطقة بين إيران وإسرائيل، والذي يفرض مزيدا من التداعيات السلبية على علاقات إيران مع الدول الغربية خصوصا الدول الأوروبية والولايات المتحدة. بعد هذه الدول شاركت حتى في التصدي لهجمات إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل الماضي. طيب دكتور هاينز، يعني هذا ربما الجانب الإيراني وأهدافه، ماذا بالنسبة للغرب؟ إلى أي حد يمكننا القول إن الغرب منفتح من عدم ذلك على إصلاح ما أمكن من الخلافات مع الجانب الإيراني؟ شكرا لك على هذا السؤال خديجة. لا أعتقد أن الغرب قد لاحظ حتى أي تغيير في الأسلوب أو المقاربة الإيرانية أو طريقة تعامل الحكومة الإيرانية مع القضايا. كل الأعين الآن منصبة على ردة فعل إيران الانتقامية واستخدامها لحماس ووكلائها. الولايات المتحدة الأمريكية قلقة على انتخاباتها وعلى مصلحتها، ولذلك الغرب لم يلاحظ أي شيء استجد على أسلوب السياسة الخارجية الإيرانية حتى الآن. وسمعنا من الرئيس الإيراني بعض التصريحات التي تتضمن عدم رغبته في أن تستهدف إيران أي مرافق أو أهداف إسرائيلية على الأراضي الإسرائيلية في هذه الردة الانتقامية، بل سيبحثون عن أهداف خارج الأراضي الإسرائيلية، ربما قواعد في العراق أو كردستان مثلا. ولذلك لا أعتقد أنه سيحصل على أغلبية الأصوات في مجلس الأمن القومي، خاصة من بين المتشددين ومن كانوا في الحكومة السابقة. ولكن مع ذلك
هناك أمور استجدت ومن المفترض أن يتم دعمها ومناصرتها من قبل الغرب. الأوروبيون أيضا يحاولون أن يراعوا مصالحهم وانتخاباتهم كذلك، ولكن هناك فرصة، لا شك في ذلك، هناك فرصة للرئيس الإيراني الجديد أن يثبت نيته، أن يثبت رغبته في التعاون بشأن الملف النووي، وأن يثبت أيضا التعاون الاقتصادي من جانبه. في نهاية المطاف ما نسمعه من إيران هو خطاب به عداء اتجاه الولايات المتحدة، خاصة من المرشد الأعلى، والرئيس قال لا نريد للولايات المتحدة أن تفرض علينا ما تريده أو أن تملي علينا تصرفاتنا، ولذلك كيف تجدين بين كل ذلك رغبة في تعزيز التعاون ومع ذلك إبقاء مساحة للغرب؟ والرئيس الإيراني أيضا قال أنه يريد أن يحافظ على علاقات طيبة مع أغلب الدول، وأنه لا يريد أن يتسبب بأي شيء تستاء منه الدول الغربية. إذن أضيف علينا أن نرى أدلة أن بازخشيان يريد أن يفتح الملف النووي ويريد أن يحسن من الوضع، لأن هذه الطريقة الوحيدة التي ستجعل إيران تتفادى أن تصبح دولة صاحبة أسلحة نووية. نعم، طيب هنا دكتور محمد، في تقديرك إلى أي حد يستطيع فعلياً الرئيس الإيراني الحالي أن يخفف من عزلة بلاده الدولية في ظل وجود خلافات داخلية في إيران؟ ليس إلى حد كبير، لأنه بالفعل أنا أتفق معك في هذا السؤال المهم، أنه هناك عقبات ربما ستواجه الرئيس الإيراني الجديد عند أول منحنى. لو 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 لاحظنا سنجد انه يوم تأدية بوزوشكيان لليمين الدستورية اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، وتم وبالتالي رفع مستوى التصعيد بين ايران واسرائيل، والان هناك حديث عن امكانية ان يكون هناك رد عسكري من جانب ايران على اسرائيل، وهذا معناه انه الرئيس الجديد قد يواجه ازمة كبيرة في بداية توليه منصبه فيما يتعلق باحتمال نشوب حرب مع إسرائيل في الفترة القادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الرئيس ليس كل شيء في إيران، الرئيس محدود الصلاحيات، وهناك المرشد الأعلى علي خميني، وهناك الحرس الثوري، وهناك التيار المحافظين الأصوليين الذين نجحوا في أن يضموا بعض كوادرهم داخل حكومة بوزوشكيان. هناك ثلاثة وزراء في حكومة بوزوشكيان كانوا وزراء في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وهؤلاء الثلاثة لم يصوتوا للمفارقة لبوزوشكيان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهذا معناه أن الأصوليين سيكون لهم يد عليا في التأثير على قرارات الرئيس وقرارات الحكومة في المرحلة القادمة. دعيني أقول أيضا أن دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا أعتقد أنه سيضع مزيد من التحديات. طيب هذا على المستوى الدولي دكتور محمد، لكن ما الذي يمكننا توقعه دكتور محمد، هنا أضل معك، فيما يخص سياسات الرئيس الحالي الإيراني على صعيد الإقليم والعلاقات مع دول الجوار؟ أنا في اعتقاد الرئيس الجديد سيواصل نفس النهج القائم على ضرورة تحسين العلاقات مع دول المنطقة، هناك تطوير العلاقات مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مع مصر، مع بعض الدول الأخرى. أنا أعتقد أنه الرئيس سيواصل ذلك، لكن دعيني أقول أيضا أنه حتى مع تأكدنا من هذا الأمر، لكن المسألة لا تتعلق بتوافر حسن النوايا من جانب الرئيس بوزوشكيان، هناك تطورات إقليمية قد تؤثر على هذا المسار، ما يتعلق بالتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، أو التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وميليشيات إيران أيضا في المسألة. أنا في اعتقادي في حالة ما إذا تطور الأمر بين إيران وإسرائيل، قد يؤثر ذلك على مسار التقارب بين إيران وبعض الدول في المنطقة، لأنه كما جاء في الحديث ربما إيران تهاجم أو تدعي أنها ستهاجم مصالح إسرائيلية في بعض الدول المنطقة، وهذا سيؤثر على علاقتها مع هذه الدول، لأذربيجان أو العراق أو غيرها. إيران تهدد باستهداف المصالح الأمريكية في بعض دول المنطقة، وهذا أيضا من الممكن أن يؤثر على علاقتها مع هذه الدول.
أشكركم، أشكركم جزيلا على المداخلة معنا. من القاهرة الدكتور محمد عباس ناجي الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن فيينا الدكتور هاينز غارتنر رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للسلام وأستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا. شكرا لكم.